عم تصير الامور. طيب ماشي. شو اخر اغنيه من عندك؟ قلبي يا ناس. قلبي يا ناس اغنيه نادين من الحان نادين صعب. الحان الموسيقار ملحن بركات راحل الكبير. قلبي يا ناس وقلبي طار من الراس. هيك شيء. بحب ذكر كل اللي عم يشوفونا انه هاي الاغنيه الموسيقار الراحل ملحم بركات اول ما سمع صوتها لنادين صعب هو بعت وراها وهو اعطاها هالاغنيه. بدي اسمعها بصوتك نادين. ولا وانا بدي اقول لك انك انت سمع وانت سمعتني اياها من 3 سنين هيدي الاغنيه. الله يطول بعمرك. انت سمعتني اياها من عندك نادين. اكيد لا قلبي عملتيها اصلا. زقفة للراحل ملحم بركات كلنا سوا اذا بتريدوا كبير. اخر اغنية من عندك محمد.